ف استكمالا للحديث على بالنسبة لمدرسة القاهرة والدور، وهجيبها من خلال مسألة أصول الفقه اللي طرحها يوسف. هو اللي كان بيدرس الفلسفة في يعني الجامعة لما اتفتحت كانوا بيجيبوا بقى مستشرقين وكده، هم اللي بيدرسوا وبعضهم مصريين. يعني كان الاجتماعات بتاعة القسم مثلا تلاقي ايه الكلام بالفرنساوي وبالانجليزي والأوراق بتاعة الحاجات دي كلها بتاعتها يعني. فاللي كان بيدرس في الجامعة كانوا مستشرقين، اللي كان بيدرس الفلسفة. فأصبح الفلسفة هنا هي ايه؟ ما كتبه مسلمون على نسق اليونان. يبقى بطريقة تنظيم الـ 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 الأفكار على النسق اليوناني بالتقسيمات اللي كان عملها اليونانيين للفلسفة، فيبقى الفلاسفة بقى والفلسفة في الإسلامية بين قوسين يبقى هي إيه؟ ما أنتجه الكندي والفارابي وابن سينا وإيه؟ وابن رشد. فجي بقى مع أخونا مصطفى عبد الرازق. مصطفى عبد الرازق يعني ده أخو علي عبد الرازق اللي هو بتاع الإسلام وأصول الفقه. ومصطفى عبد الرازق من عيلة يعني كويسة وكده، فكان راح فرنسا في ألف و... مش فاكر 1909 أو 1912 ودرس يعني. فمصطفى عبد الرازق كان أول مصري يتولى رئاسة قسم الفلسفة. كان فلسفة واجتماع وعلم نفس مع بعض. أول مصري يتولى إيه؟ رئاسة القسم. فمصطفى عبد الرازق هو أزهري هوت وتولى مشيخة الأزهر، وهو أبو الفلسفة إيه؟ الإسلامية، مش في مصر بس، في العالم العربي، لأنه كله مبني من عليه. فمصطفى عبد الرازق يقول إيه بقى؟ في الكتاب بتاعه اللي هو عبارة عن محاضرات كان بيقولها في الجامعة، وكان نجيب محفوظ من التلامذة بتوعه واشتغل معاه في وزارة الأوقاف كان. فجي قال مصطفى عبد الرازق: هل الفلسفة الإسلامية هو ما أنتجه مسلمون على نسق الفلسفة اليونانية القديمة، ولا الفلسفة الإسلامية هو ما أبدعه المسلمون من أنساق عقلانية؟ يعني هنا برضو ترجع حتة إيه؟ النقل والإيه؟ والتقليد والإبداع. فهل الفلسفة هو ما نقلناه فيبقى إيه؟ تقليد؟ ولا الفلسفة هي إيه؟ ما أبدعه المسلمون من بنات أفكارهم في إيه؟ في نظم من التفكير. فمن هنا شاف إنه لا، التفكير الفلسفي الإسلامي هو ما أبدعه المسلمون على غير مثال، ما نقلهوش عن حد. فإيه اللي أبدعه المسلمون بقى؟ فهو يقول لك مثلا إيه؟ أصول الفقه وأصول الدين. يبقى الإبداع الفلسفي وهو ده اللي بقى إيه؟ يبقى من هنا كانت النظرة إنه الفلسفة الإسلامية يدخل فيها بقى علم الكلام ويدخل فيها أصول الإيه؟ الفقه، وبعدين طبعا بقى التصوف وما إلى آخره. وصراع ما زال قائم حتى الآن بين الإيه؟ النظرتين. هل الفلسفة هو ما بني بقى يبقى الطريقة العقلانية، لأنه حد يقول إيه؟ لا، الفلسفة دي ده كلام في الدين، ما هوش فلسفة، لأنه بادي من مقدس اللي هو مثلا القرآن، أو بادي من كلام الرسول. لكن الفلسفة ليس لها حدود، لأنها بتنطلق من ما هو إيه؟ عقلاني مجرد. يبقى التفكير بتاع أصول الفقه ده كلام في الإيه؟ في الدين، ما هوش فلسفة. الصراع ما بين النظرتين دولت ما زال إيه؟ موجود. وهو نفس الصراع يا يوسف ما بين الدكتور عاطف العراقي والدكتور حسن حنفي. إنه حسن حنفي عايز يدخل ايه؟ عايز يدخل اصول الدين وعلم الكلام، يعني اصول الدين واصول الفقه في المنظومة. وكان بقى الصراع كبير جدا بقى ايه؟ فدخل علم الكلام. في علم الكلام بيدرس عندكم حتى لو ما فيش كرسي اسمه ايه؟ علم الكلام. في علم الكلام بتدرسه، الفرق وتدرسه، الحاجات دي كلها داخل الفلسفة الإسلامية، بجانب بقى تدرسه اليونان والفلسفة الأوروبية والآخر. لكن كان هناك صراع على أصول الإيه؟ الفقه، وتحدي وحرب. لأن الدرعميين في دار العلوم بقى، الدرعميين يا محمد بالنسبة إلى كلية دار العلوم بقى، بنقول الدرعميين والأزهريين كده، فيبقى الدراعمة يعني. فالدرعميين بيدرسوا
الفلسفه الاسلاميه وبيدرسوا اصول الفقه وبيدرسوا اللغه العربيه وكده. فيقول لك بقى طب احنا ليه كده؟ هيبقى شغلانتنا ايه بقى لما كليه الاداب هتشتغل في ايه؟ في اصول في الفقه. وبين قوسين كده صراع كبير من اللي دار ضد نصر ابو زيد في التسعينات كان على اللي كتبه عن الشافعي. فجاله الدكتور مأمون سلامه رئيس الجامعه فبيقول له انتوا بتوع اللغه العربيه مال كنتوا مال الايه؟ الشافعي. يعني انت ايه بتاع لغه عربيه، ايه اللي مدخلك في الشافعي؟ وهكذا. فالصراع ما بين الايه؟ النظرتين. لما قامت 2011 حسن حنفي استغل الموقف وسجلت ايه؟ واتعمل الحلم بقى اللي كان مصطفى عبد الرازق بيتكلم عنه من الثلاثينات والاربعينات، انه يبقى ايه؟ ندخل اصول الفقه في الدراسه الفلسفيه. التلميذ الكبير بقى اللي هو الاشهر لمصطفى عبد الرازق واللي هو مشي على نهجه بس اتقلب عليه بعد كده، اللي هو الدكتور النشار، مصطفى النشار. علي اعتقد علي سامي النشار. علي سامي النشار الدكتور النشار عمل رسالة الماجستير بتاعته كانت على ازاي ان المسلمين نقضوا منطق ارسطو. وبعدين يعني ايه حاول يصور ان كان في منطق جديد حاول يخرج به الايه المسلمين، وان الفكر اليوناني لما اترجم عطل البنى العقلية ايه عندنا. فهو مصطفى علي سامي النشار شاف انه ايه؟ انه هيبقى علم الكلام هو الجانب الفلسفه النظريه، واصول الفقه هو الفلسفه الايه؟ العمليه عندنا. وبعد كده قام عامل لنا نشاه الفكر الفلسفي في الاسلام، وهو تبنى الرؤيه الاشعريه بكاملها. يعني مش عايز اخش في تاريخ وذكر الاحداث بتاع ديت، بس ما زال هذا النسق موجود حتى الان. اللي هو ايه؟ الجماعه بقى بتوع الاسلام الحضاري. انه اليونان ونقلنا عن اليونان هو اللي عطل البنى الفكري، حسن حنفي بيتبنى هذا الراي برضه، هو اللي عطل نضوج العقل والفلسفه ايه؟ عندنا. ولا بد ان نرجع الى الذات، والذات يبقى ايه؟ اصول الفقه في الفلسفه العمليه، واصول الدين في الفلسفه الايه؟ النظريه، ولا بد ان يكون الابداع من داخل الايه؟ الثقافه. ولا يمكن ان يكون التحديث عباره عن النقل. وده يرد كمان يا يوسف على الجانب اللي انت كنت بتسال عليه، على تصرف حسن حنفي مع الغربيين والفلسفه الغربيه. حول في كتابه المقدمه في علم الاستغراب، حول عمل سجن كبير ورايح جايب المفكرين الاوروبيين وحطهم جوه السجن، وهو واقف ايه؟ عسكري على الايه؟ على الباب، بالتصوير اللي صوره جابر عصفور في نقده للكتاب يعني. ما فيش حد يخرج الا بايه؟ بامري، ولا يتكلم الا ايه؟ بامري. طب ايه علاقه ده بقى بمدرسه القاهره والموضوع ده؟ ما علاقته بالكلام اللي احنا اتكلمنا عليه، ويمكن انا حاولت اشير اليه اجمالا في الكتاب، ان تجربه التحديث عندنا قايمه على التجاور ده، قايمه على النفعيه اللي انت بتقولها يا يوسف. هو ليه يعني احنا نشغل نفسنا بقيم الحداثه ما دام احنا عندنا المنتجات؟ انا هشغل نفسي ليه؟ اروح بقى ادور في الفيزياء والفيزياء البحته والكيمياء والرياضيات والكلام ده كله، ما الاوروبيين اهم يعملوا الطيارات واحنا نركبها، يعملوا التليفون المحمول واحنا نستخدمه، يعملوا زوم واحنا نستخدمه. هتعب نفسي ليه في الحاجات دي؟ ده يوسف بقى بيدخلنا الكلام ده بقى كله اوسع كمان بقى، اللي هو ايه؟ هتعب نفسي ليه في قيم الديمقراطيه اذا كنت ممكن ايه؟ ما هو عدم اتعاب نفسك في القيم يا يوسف بيخلي ايه بقى؟ بيخلي ان الديمقراطيه تتم باختصارها في ايه؟ في الصندوق. والتصويت في الصندوق في انتخابات 2012. فيبقى اخونا الاخواني واخونا السلفي اللي هو ايه؟ فرض عليه ان هو يحط امراه في القايمه، فهم ايه؟ يقوم حاطط اسمها وحاطط مكانها ورده في الايه؟ في البانر ولا في الصور. وان اخونا الاخواني يبقوا الاخوانيين مثلا داخل البرلمان 224 واحد، واللي بيتكلموا فيهم اربعه، والباقي ال 220 تانيين ايه؟ بصمجيه. يعني لما يقولوا لهم
القانون ده هيمر يبقى ايه؟ ما هو دوره ايه بقى؟ دوره ان هو ايه؟ بيسمع بيطيع ويطيع. ولما يجي بقى دلوقتي كده رايحين بقى الانتخابات والتصويت اهو، المرشح بتاعنا اللي هو تبع الجماعه بتاعت الاخوان نصوت له كلنا بغض النظر هو مين بقى. فبتتحول الديمقراطيه لانها مجرد اداه. اداه لايه؟ اداه بقى للسلطويه. وهو يعني يعني البرلمان المصري دلوقتي، وانا انت عارف بقى انت بتكش من السياسه، البرلمان المصري دلوقتي وما فيش فيه تصويت؟ ما هو فيه تصويت وبياخدوا تصويت، بس هل تكون الفرد بقى، الفرد اللي هو يقدر يصوت ويقرر، ولا مازال الفرد اللي موجود داخل البرلمان ده اللي هو ايه؟ اللي بيجيله التوجيه من السيادة الضابط بتاع التوجيهات، سواء كضابط الداخلية لهم ناس جوه البرلمان، ولا الضابط المخابرات ولهم ناس جوه البرلمان وكده يعني. فيصبح بقى الديمقراطية عبارة عن ايه؟ ديكور، لكن ملهاش اي ايه؟ لازم. هكتفي بهذا القدر على ان تستكمل فيما بعد. تفضل. انت اثرت نقطة مهمة في الكتاب والان وسأعيد عليها بشكل سؤال. المستشرقين طه حسين، تتعلم هذا طه حسين في الجامعة العربية على يد كل من أحمد زكي حضارة إسلامية، أحمد كمال باشا حضارة مصرية، المستشرق جويدي في التاريخ، الفلك كار ألفونسو، اللغات السامية ليتمان، الفلسفة الإسلامية ديفيد سانتلمان، الحضارة الشرقية ميلوني، الفلسفة ماسيون، الأدب الفرنسي كليمون. سبعة مستشرقين عملوا عملية جراحية في عقل طه حسين. وين؟ في القاهرة. مصطفى عبد الرزاق عبد الرازق زعل وقال انه لا والله المسارات الفلسفية ما كان فيها اي نوع من التأثير، نفس القالب الصلبة هذه ايضا، قالب صلب ايضا، والله اليونانيين ما كان لهم تأثير، وهذا كله ايش؟ ابداع عربي اسلامي اصيل، ويلا مع السلامة، وقال حق المستشرقين باي باي. انا اتصور في عام 2010 انا جيت قدمت على الجامعة هنا في المانيا. ايش اللي ساعدني بسهولة عشان الدخول؟ كانت مديرة القسم عندها مشكلة، تبغى فلوس. فلوس مش مني انا، من المصادر الاساسية اللي تمون القسم. وكان عندهم شرط ان اذا كان عدد الطاقم اللي يدرس في قسم عندها في من مختلف انواع الكره الارضيه ياتيها الدعم، واذا كان مقتصره على بلد معينه ما راح الكرسي اليونسكو ما راح كرسي اليونسكو ما راح يدفع لها مبلغ معين. فلما انا جيت بالصدفه لعبد الفقير قدمت، وجدت فيني ان انا ايش التنوع اللي هي كانت تبحث عنه لكي ياتيها اموال من اليونسكو. اللي شد انتباهي هذه الفكرة، يدفعون فلوس عشان يأتي عقول من برا. ليش؟ لأن لما يأتي عقول من برا يحصل تجارح أفكار، تتجرح الخدود وتدخل الدماء مع بين بعض وتتحرك الدورة الدموية. هذا اللي أنتج طه حسين، ثم جانا مصطفى عبد الرزاق ألقاه. ما هو الوضع الحالي في الجامعة القاهرة؟ وهل كان هذا له علاقة في إنتاج إبداع مصطفى عبد الرزاق بذاته وطه حسين بذاته؟ هذه الخلطة الاستشراقية على المحلية، على لا والله هذه حضارة، لا هي كانت كذا، هل جدل الفكري هذا؟ هذا هو سؤالي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب انت بتدير الندوة على فكرة كمان، مش بس بتتكلم، فلازم تدي الفرصة بقى لمحمود يتكلم. طيب يتكلم. محمود تفضل. أستاذ محمود سوري. طيب يعني أنا كنت عايز أتكلم في شوية نقط كده. أولاً ليه أصول؟ يعني طبعاً الأستاذ جمال هو أدى شرح تفصيلي للتفاصيل اللي أدت لأن أصول الفقه يتم اعتمادها قبل أصول الدين في قسم الفلسفة. العكس
العكس، أصول الدين دخل قبل أصول الفقه. أن هي اللي دخل الأول أصول الفقه الأول ولا أصول الدين؟ كلام أصول الدين دخل الأول. أصول الفقه ده كانوا بيحاربوه، مش عايزين يدخلوه، فحسن علي هو اللي تنهي حارب 30 سنة لحد ما دخل لسه قريب. أما ليه يوسف سأل سؤال وقال إزاي أصول الفقه دخل قبل؟ عشان في كرسي باسمه، يعني أصبح هناك كرسي. لكن أصول الدين هو اللي دخل الأول يا يوسف، مش أصول الفقه بقى كده تدرس. يعني هم بيدرسوا، يعني يوسف وهو بيدرس كده، مش بس يوسف بقى 30-40 سنة قبل منه بيدرسوا علم الكلام وفرق طول الوقت، المعتزلة والأشاعرة والحاجات دي كلها والتصوف قبل. طب ده ده كده يعني إلى حد كبير مقبول إن أصول الفقه يدخل قبل أصول الدين. طيب أنا كنت عايز يعني إيه أسأل سؤال مختلف بقى شوية لأستاذ جمال. أنا رؤيتي إن المشترك كل فكرة كل مجتمع إنساني هو عبارة عن يعني إيه خليط فريد أو نموذج فريد لا يتكرر، ده حقيقي. لكن المشترك الإنساني برضو بين هذه المجتمعات المختلفة عظيم جدا، ونفس الفكرة بتتكرر بين البشر. يعني لما واحد يجي يسأل الله، هو الناس شبه بعضها ولا مختلفين؟ هما الاثنين، الناس شبه بعضهم جدا ومختلفين في نفس الوقت، المجتمعات شبه بعضها جدا جدا ومختلفة في نفس الوقت. كل إنسان، كل بني آدم عنده عينين اتنين، وعنده أنف، وعنده فم، وعنده جبهة، وعنده أذنين، يعني 90% 99% من البشر، لكن التفاصيل بتختلف. نفس الحكاية في المجتمعات، المجتمعات أيوة هي فعلا فريدة، وتجربتنا غير تجربة الآخرين، في حاجات كتير مختلفة، وتيجي هنا أهمية التفكيك. لكن المشترك برضو عظيم جدا. طب إيه اللي أنا بقصده؟ يعني عايز أوصل لإيه؟ أنا مؤمن إن الحياد والموضوعية الكاملة غير ممكنة أصلا. أي رؤية عقلية بتستند في الجذور العميقة جدا بتاعتها على نوع معين من أنواع التحيز اللي ما فيش خلاص منه، مستحيل إن أنا أستند في جذور الفكرية، جذور رؤيتي العقلية أو الدينية حتى، إني أستند إلى إيه موضوعية كاملة. أنا أصبحت أرى إنه يعني في دور حضرتك يا أستاذ جمال بتقوم بيه، دور جميل جدا، اللي هو التفكيك اللي اتكلمنا عليه المرة اللي فاتت. لكن أنا مش شايف إن ممكن يحصل أي تقدم بعد التفكيك ده إلا عن طريق تحديدا التصنيع وقيم الأنسنة. لما احنا بقى إيه، أنت حضرتك اتكلمت في العقل وما هو العقل، وبعدين دخلت في إن العقل ليه تعريفات مختلفة. أنا التعريف اللي بقصده بكلمة العقل هو الفلسفة الإنسانية، أو ببساطة الأنسنة، العقل كما يتجلى في فلسفة الأنوار. فكأن في رجلين اتنين المجتمع عشان ينهض في رؤيتي لازم ان هو يمشي عليهم، رجل منهم التصنيع والرجل التانية اللي هي الأنسنة. الصين دخلت برجل واحدة اللي هي التصنيع، عشان كده عمالة تعرج. يعني ايه عمالة تعرج؟ يعني تبص للمدينة تبص تلاقي أبراج وفي منتجات تكنولوجية وإلى آخره، لكن الرجل التانية اللي هي الأنسنة غير موجودة، ففي عرب. طيب اوكي، اروح انا بقى على السؤال اللي عايز اسأله الأستاذ جمال. طبعا رؤيتك يا أستاذ جمال هي مختلفة جذريا عن هذه الرؤية، هي بتروح ناحية التفرد الشديد جدا. الى اي مدى يعني حضرتك مش شايف انه دور الاقتصاد ودور الدم اللي لازم انه هو يعني يسيل عشان المجتمع يحصل على حريته، الى اي مدى شايف ان الاثنين دول مقصرين في تجربة مدرسة القاهرة؟ غيابهم، غياب ثمن الدم وغياب عامل الاقتصاد، هذا الغياب الى اي مدى انت شايف تأثيره في محاولات الاصلاح اللي قامت بها مدرسة القاهرة؟ تاني بناء على فكرة ان المشترك الانساني عميق فعلا. طب اخي يوسف عندك مداخلة؟ أخي يوسف. لا انا كده تمام، انا طرحت التساؤلات اللي كانت عندي. أوكي. جميل.
انا عايز في الفتره اللي جايه ديت عشان يبقى هعمل نقد لفكره التنوير ذاتها، فكره التنوير الاوروبي، وده نقد مش انا اللي بدعه يعني، ما هو ده شغل شغال عليه اوروبا من في مدارس ما بعد الحداثه كلها في نقد مساله الحداثه والتنوير وكده، واخونا هايدجر عمل شغل كده، ده بيبين هوه المشترك الانساني اللي محمد بيتكلم عليه. هو انا قبل ما اخش في المساله ديت، اكيد طبعا انا مع ان في مشترك انساني، واكيد انا طبعا مع في انه في 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 حاجات كتيره جدا جدا نقدر نعملها كبشر مع بعض، بس هي نقطتي ان المجتمعات سرعه المجتمع ده ماشي على سرعه 10 وده على سرعه 100 وده على سرعه ايه يعني ألف. يعني واحد راكب عجله، واحد راكب قطر، واحد راكب طياره، واحد، فالاختلاف هنا مش اختلاف علشان ده افضل من ده، ما هو اللي راكب عجله بني ادم كامل الاهليه، لو حطيته في يعني مثلا بعد اقارن ما بين طريقه تعليمي ونشاتي في التعليم وتعليم ابني كريم، بين معاملتي انا معاه ومعامله ابويا وامي واخواتي والمجتمع حواليا مثلا ليا، انا من النوع اللي هو بحب اسمع، يعني اقعد اسمع كتير جدا، واصحابي كلهم كانوا بيثقوا فيا وبتاع واقعد كده. فمراتي امريكيه، فمراتي بتقول لي ايه، بتقول لي انت لو كنت هنا في الجامعه كنت كل يوم، انا طبعا الموضوع يبقى خارج شويه يعني، كل يوم كانت في واحده هتتمنى انها تنام معاك. بقول لها ليه، يعني ايه البدع في الموضوع ده؟ فتقول لي يعني انت بتسمع، فاحيانا بيبقى ايه الناس محتاجه حد يسمعها. المثل ده بيدي لك انه تجربه كل انسان منا المجتمع بايه بيشكله، مش عشان بقى الفروق الفرديه ما بين الايه الافراد، لا، ان انت في جزء من جانب برضو ان احنا انت ليك عينين وليك ودان وهو له عينين وله ودان من اول اللغه، يعني في لغه تفتح لك افاق ولغه تانية ايه افاقها، مش بس بين مجتمع ومجتمع، داخل المجتمع الواحد. يعني في دراسات ممكن تتعمل على ان الفرق ما بين امريكان من اصول افريقيه زنوج بيعيشوا في مدن اللي هو بيسموها بقى قاع المدينه يعني، وبين تجمعات اخرى بيضاء، الفرق بينهم تعرف ايه؟ في لغه ده ولغه ده، في عدد الكلمات اللي موجوده عند ده ويقدر يعبر بيها، وعدد الكلمات اللي موجوده عند ده ويعبر بيها. يعني ممكن يكون العنف في بعض الاوقات هو مجرد وسيله للايه؟ للتعبير، لانك انت ما عندكش الحصيله اللغويه، هنا مش معنى الكلمات يعني الموضوع اوسع، يعني ما عندكش الحصيله اللغويه اللي انت تقدر ايه تعبر فيها بيها عن الشعور اللي انت شاعر بيه. هنا احنا كلنا مشتركين كبشر وبنتخلق والى اخره، لكن المجتمع بايه، وده يرجعك تاني بقى للسؤال اللي انت بتساله لي بقى على ايه، مساله الاقتصاد والدم. اذا ده اللي بيبقى المدخلي، انه تجربة المجتمعات بتختلف، فده بيشكل الايه الرؤى اللي حواليه، وده بيجعل ان المعوقات اللي هنا ممكن تكون غير المعوقات اللي كانت بتواجه ديكارت، والمعوقات اللي كانت بتواجه اخونا كانت ولا هيجل ولا ماركس في المجتمع بتاعه. وده بيرجع تاني بقى للنقطة اللي انت ذكرتها برضه يا محمود، اللي هي مسألة ايه، هل يمكن ان مجتمع يخش الحداثة بدون تصنيع؟ طب ايه رأيك بقى دلوقتي ان احنا بنتحول اهوت، ان التصنيع كله بقى ايه، المصنع الكبير موجود في الصين، يعني اخواننا الامريكان واخواننا الاوروبيين باستثناء المانيا تقريبا معظم المنتجات اللي موجودة على العالم كله بقت فين؟ بتتصنع في الصين وتيجي تتركب، او بتيجي ايه متركبه جاهزه،
كل المنتجات، هتلاقي المنتج من ساعة ما اصحى الصبح لحد ما انام بالليل made in China في المجتمع اللي احنا موجودين فيها ده، وكذلك في انجلترا وكده. ألمانيا هي اللي الوحيدة يعني اللي لسه محتفظة بإيه؟ يعني بعملية التصنيع كفيزيكال. عشان كده تلاقي المرسيدس هتبقى ب50,000 مقابلة بتويوتا اللي إيه؟ اللي هي ب25. بس هو كم واحد هيشتري مرسيدس؟ طيب نقطة محمد على مسألة المستشرقين، هو مصطفى عبد الرازق راجل حبوب جدا وراجل متعاون جدا وراجل عنده انفتاح على الآخر أوسع من ناس كتيرة جدا، هو ما كانش بينغلق وما كانش بيقول إن إحنا نقفل على نفسنا. وجود المستشرقين أصلا في بداية الجامعة لما كانت الجامعة أهلية، لأن إحنا أصلا ما كانش عندنا تخصصات دي، يعني كل اللي كان عندنا عبارة عن إيه؟ الأزهريين والتعليم الأزهري التقليدي، وده ما كانش عندنا درس مثلا. ده محمد عبده ده يعني كان بيحارب حرب داحس والغبراء عشان حتى يدرس ابن خلدون، مقدمة ابن خلدون في الأزهر، وتدريسه وان هو مثلا يدرس كتابين بتوع عبد القاهر الجرجاني على دلائل الإعجاز وكده، ما قدرش يدرس الكلام ده الا داخل دار العلوم. داخل دار العلوم اللي هي ايه؟ مدرسة حكومية اصلا انشأتها الحكومة عشان تخرج مدرسين للغة العربية سنة 1872. إذن مصطفى عبد الرازق ما كانش ضد وجود الايه الأجانب، وكان حضور المستشرقين عشان احنا ما عندناش التخصصات دي، ما عندناش جامعة، كنا بننشئ جامعة لسه أول مرة. فاضل 10 دقايق هجنح على النقطة اللي انت أثرتها محمد في البداية خالص. هو طبعا احنا عندنا في التحديث في مصر المدارس اللي هي خاصة بقى بالمادة كانت أسبق، يعني إيه؟ كلية القصر العيني دلوقتي، ما هي دي مدرسة القصر العيني اللي عملها محمد علي سنة 1834، يعني ده قبل إنشاء جامعة القاهرة ب70-80 سنة أو الجامعة الأهلية. يعني المدرسة الحربية أقدم واحدة من كله، يعني المدرسة الحربية احنا ممكن نتكلم دلوقتي على 150 سنة، يعني في دفعات من المدرسه الحربيه اللي هي دلوقتي اسمها، كانت زمانها بقى المدفعيه وكده، لكن دلوقتي المدرسه الحربيه. يعني بنتكلم على ممكن يعني 130 دفعه مثلا وكده. فالمدارس اللي هي ايه خاصه بالتحديث الاجرائي المادي، المهندس خانه مثلا، كل دي حاجات انشاتها الايه الحكومه، لكن ما كانش بتهتم بانشاء ايه حاجه خاصه بالفكر ولا بالادب ولا بالحاجات دي. حتى لما الانجليز جوهم كل اللي هم عملوه المدارس الايه، يعني عملوا مدرسه للزراعه لانه عايزين يهتموا بالزراعه علشان انتاج منتجات تشغل القطن، يشغل المحالب بتاعتهم في 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 بريطانيا. لما دخلنا بقى في ازمه التحديث الثانيه في نهايه القرن ال 19، المفكرين بقى اللي زي بقى ايه محمد عبده كان لسه عايش في الوقت ده، و وقاسم أمين ولطفي السيد وسعد زغلول وفتحي زغلول والناس دي كلها، احنا خلاص بقى ايه التحديث بتاعنا وصل، انضرب في سنة 1840-41 بضرب اسطول محمد علي والجيش بتاعه، ودخل بقى الاحتلال المباشر اهو، يعني انجلترا احتلت مصر احتلال مباشر 1882، واحتلت تونس سنة 81، والفرنسيين احتلوا الجزائر سنة 31، فدخلنا في الاحتلال المباشر يعني. فالمفكرين دول قالوا انه لا، احنا محتاجين قاطرة تجر مشروع النهضة من ايه؟ من ازمته. طب ايه ازمة المشروع النهضة؟ قالوا ازمة المشروع النهضة، وممكن تلاقي الكلام ده في كلام كتبه محمد عبده بمناسبة، كان الاحتفال بمناسبة مرور مش عارف كام سنة على محمد علي، فكان بقى بينقد تجربة محمد علي، انها تجربة كلها قامت على ايه؟ الجانب اللي يوسف بيتكلم عليه، ان احنا نجيب من الحداثه ما لناش دعوه بقى بالايه بالقيم والحاجات دي كلها، نجيب ايه الحاجات الماديه، عايزين نعمل مدفع، عايزين نعمل جيش، عايزين نعمل مدرسه، عايزين نعمل مستشفى، عايزين نعمل الحاجات اللي هي ايه ثمار الحداثه. قالوا لا، احنا محتاجين حاجات اوسع من الحاجات الماديه، عايزين الايه الفكر والادب والتاريخ وكده، ان البني ادم اللي بيخش المدرسه يتعلم ازاي ايه يفكر، ازاي يتكلم، ازاي، لان دي حاجات مهمه جدا. فمن هنا بقى دخلت فكره الايه الجامعه الاهليه.
فراحوا طلبوا من اللورد كرومر اللي الانجليز هم اللي كانوا بيحكموا في الحكومه. فاللورد كرومر يعني مصر مش جاهزه للكلام، احنا نعمل ايه؟ نعمل مدرسه للزراعه، نعمل مدرسه للتمريض، نعمل اللي هي الحاجات الايه النفعيه اللي بتنفع اليوميه. فراحوا عملوا الجامعه كجامعه اهليه، عملوا ايه؟ عملوا جمعيه اهليه وبعد، وكان بيرأس المجلس ده بعد كده اللي هو اصبح الملك فؤاد، كان هو امير في الوقت ده ما كانش لسه ملك يعني. فاتعملت الجامعه الاهليه وبدات تجمع تبرعات، فواجهت ازمه، ازمه تمويل. يعني اللي دفع السنه دي ايه؟ عمل 100 جنيه مثلا تبرع، السنه اللي بعدها ايه؟ بقوا 50 كده. وكانت فاطمه هانم بنت اسماعيل باشا هي اللي اتبرعت بس بارض كتيره ان رايح هيبقى للجامعه وكده. المهم الجامعه دي دخلت في مشاكل ايه ماليه، دخلت في مشاكل ماليه ليه بقى؟ لان الجامعه لما جم يعملوها كانوا احلامهم واسعه فوسعوها، عملوا اقسام. لذلك لو تبص في اداب القاهره هتلاقي بقى ايه فيها قسم للاثار، والجغرافيا تدرس داخل الايه الجامعه، وعلم الاجتماع يدرس داخل الجامعه. كان قسم الفلسفه ده فلسفه واجتماع وعلم نفس، وما زالت الاقسام بتاعتها دلوقتي ما زالت كبيره برضه. اذا ايه، فتحوا جامعه كبيره لبها كانت هي اداب وحقوق. جد لما دخلوا في المشاكل الماليه الحكومه بقى ذاتها عايزه هتعمل جامعه، فقالوا ايه ما دام الحكومه هتعمل جامعه فيضموا ايه الجامعه الاهليه للجامعه اللي هتبنيها الايه الحكومه. ده سنة عمل 1925. والجامعة الأهلية حصل بقى تنازل، والتنازل ده لما تقرأ النصوص بتاعته جميلة قوي يعني، تنازل بالممتلكات والأوقاف اللي موقوفة على الجامعة الأهلية إنها تبقى ضمن الإيه الجامعة اللي هيسموها الجامعة المصرية اللي تعامل اللي بتمولها الحكومة، اللي هي بقى بدأوا يبنوا مبانيها في المباني اللي هي موجودة إيه الآن. الجامعة القديمة كانت عبارة عن قصر حد مثلا وحد يروح يدي فيه محاضرات وكده. فاتبنت الجامعة وتعامل فيها الحاجات ديات، وبقت أصبحت الحكومة مسيطرة على الجامعة. الجامعة اتعملت إزاي بقى؟ المدارس اللي هي موجودة أصلا عندنا إيه؟ الطب اللي هي القصر العيني، وكان في مدرسة الإدارة اللي هي أصبحت بعد كده حقوق الخديوية، ضمت إليها أن تبقى هي مدرسة الحقوق. وعملوا كان في كلية للعلوم، وكانوا حوالي 4-5 كليات يعني، وضم اليهم الايه مبنى القديم اللي هي بقت كليه اداب، بقى تقدر عليها تقول عليها كليه اداب اللي هي الجامعه الاهليه. فالحكومه كانت بتنشئ كليات، دي نقطتي اللي هي خاصه بالجانب الايه المادي التطبيق. شوف بقى الازمه، مدرسه دار العلوم اقدم من جامعه القاهره واقدم من الجامعه الاهليه. مدرسه دار العلوم انشاتها الحكومه سنه 1870. ليه؟ قال لك احنا دلوقتي بنعمل مدارس، طيب هنجيب منين المدرسين اللي هيدرسوا في الايه في المدارس دي؟ الازهر مش هينفع، لان المدرس اللي بيدرس ده عايز مدارس بقى ايه نعلمه يعني. عملنا مدارس المعلمين اللي هي تعلم بقى الناس اللي بتدرس الجغرافيا والعلوم والحاجات دي كلها. طب المدرسين بقى اللي بيدرسوا اللغه العربيه هنجيبهم منين؟ فقالوا مش عايزين نجيب من الازهر، هنعمل مدرسه تخرج المدرسين اللي بيعلموا ايه اللغة العربية. كان هنا إنشاء دار العلوم اللي هي تبقى مدرسة تجمع ما بين الأصالة والمعاصرة. وضمت دار العلوم إلى إيه؟ جامعة بعد كده لما أصبحت جامعة حكومية. شوف بقى عندك دلوقتي عندك كلية العلوم وكلية دار العلوم. دي في اسمها العلوم ودي في اسمها الإيه؟ العلوم. وفارق شاسع بين كلمة العلوم هنا وكلمة الإيه؟ العلوم هنا. ادي نقطه. النقطه الثانيه، ما كليه الاداب برضو بتدرس لغه عربيه واداب وحاجات دي كلها، ودار العلوم برضو فيها قسم ايه لغه عربيه الصرف والنحو والحاجات دي كلها. دار العلوم فيها فلسفه ايه قسم فلسفه اسلاميه، واداب برضو بتدرس ايه فلسفه اسلاميه. دار العلوم فيها قسم خاص بالفقه والشريعه والحاجات دي كلها، بس برضو كلية الحقوق داخل جامعة القاهرة فيها قسم للإيه؟ للشريعة. الإشكال في إيه بقى؟ الإشكال إنه كانت دار العلوم أصبح لها مثلا 50-60 سنة فبقى لها فمش عارفين يفكوه، فقاموا ضموها زي ما إيه؟
زي ما هي ما فكوهاش. كان في مدرسة تانية اسمها مدرسة القضاء الشرعي اتعملت علشان ان احنا بدأنا نعمل محاكم. طيب اللي بيخش قدام المحاكم دي، المحاكم بقى اللي هي المحاكم الشرعية الجديدة اللي بقت بالقوانين، لازم اللي بيخش يكون دارس فقه وبرضه دارس قانون. فتعاملت مدرسة القضاء الشرعي عشان يبقى فيها جانب الفقه وجانب الايه القانون. فلما جه اخونا المراغي، انا معلش بحكي لكم سرد تاريخ يعني بس بيديك المسار بتاعنا، الازهريين لقوا نفسهم ايه بقى، لقوا نفسهم الشغلانات اللي هم كانوا بيعملوها ما بقاش لها ايه دول. يعني اتعملت دار العلوم عشان تخرج مدرسين لغة عربية، فكده ايه الازهري مش هيعرف يدرس لغة عربية. وتعاملت القضاء الشرعي عشان تخرج المحامين والقضاء اللي هيشتغلوا في المحاكم الشرعية، فكده برضو مش هيجي من ايه من الازهريين. فالازهريين لقوا ان اكل عيشهم راح فين، بيتاخد من تحت ايديهم. فده اللي اجبرهم ان هم لازم ايه يتغيروا. ومن هنا جت فكرة انشاء الازهر يتحول من الجامع الى الجامعة في سنة 1927-28. وتحول الازهر ان اتعمل فيه ثلاث كليات، كلية للغة العربية، وكلية لأصول الدين، وكلية للشريعة والقانون. وتفكت مدرسة القضاء الشرعي على خلاص بقى ان احنا مش محتاجين بقى نبقى في مدرسة قضاء الشرعي، بس ما عرفوش يفكوا دار الايه العلوم اللي كان دار العلوم بقى لها 50 سنة اقدم من كده. انا بوريك ان احنا ايه عمالين نلفق نجاور جنب بعض. فالتلفيق ده مخلي بقى التجاور ده موجود داخل دار العلوم، داخل كليات بتاعة الازهر. هتبص تلاقي دكتور بيخش يتكلم عن اهمية الفلسفة وبيشرح الفلسفة، والدكتور اللي بعد